بكل تواضع يتضاعف مرتين أو ثلاثة، يعني 64 دول هيبقوا تقريبا تلت تكلفة المشروع اللي احنا بنتكلم عليه ده. لكن ده كان كرم من ربنا لينا، ده كان كرم من ربنا مش شطارة، كرم من ربنا لينا وانتم ساهمتوا فيه. في ناس عايزة تعمل قنوات أخرى، في ناس عايزة تعمل قنوات أخرى. والله العظيم طول ما انتوا صابرين ما حد هيسبقكم. أنا بقول إحنا كلنا معانا كلنا، والله العظيم طول ما انتم كده، شوفوا الكلمة دي يعني ما تنسوهاش أبدا، كده لن يستطيع أحد بفضل الله، لن يستطيع أحد. والثانية، حين استطاع أبناء الشعب بسواعدهم الفتية الانتهاء من شق القناة الجديدة.